التصوير الفوتوغرافي بين الهواية والمهنة، ينقل المصور إحساس اللحظة وتفاصيلها من زاوية وظل وضوء ودقة عالية، حيث تكون العاطفة متسيدة، لينتهي الأمر إلى مهنة ليس الغاية منها الربح، بل الغاية منها الفن والإبداع. الفرق بين الكاميرا وبين الموبايل، الفرق بين الكاميرا، تصوير الكاميرا يكون تصوير احترافي بالنسبة للكونتراست مال الصورة والكواليتي مالتها يكون جدا عالي، الدقة مالتها، أما كاميرا الموبايل فتكون يعني أغلب العالم إنه تأخذ هسه بالموبايل يكون بها فلاتر، فتبين الصورة إنه عنده بالموبايل تصير أحلى زين، وتكون يعني أكثر شيء تحفظ بها بالموبايل عن الكاميرا، لأن أغلب العالم إنه تأخذها يقول لك أنا أخذها بالموبايل تبقى عندي مخزونة، ما راح تطلع لغير مكان، ولا راح من أطباعها راح يشوفوها يعني غير يعني مثلا الطباع وهذا الشيء، يكونون متحفظين بيها. أما هسه الكاميرا بالموبايل، بالكاميرا تكون الصور احترافية. لقد كثر تصوير الهواة بسبب الكاميرا المحمولة الموبايل، وانتشر على مستوى واسع خلال وسائل الإعلام الاجتماعية. الهاتف الخلوي جعل التصوير الفوتوغرافي أكثر سهولة للجميع، ولكن يبقى التصوير الفوتوغرافي مهنة تنتج الفن والإبداع وتوثق الماضي. ستتعرفين أنت كل البرامج موجودة بها أنه السناب والهذا كلهم بيهن فلاتر، فهاي تغير من معالم الصورة زين ويقلل من دقتها، أما بالعدسة لا تبقى الصورة كما هي زين، وتقدر أنت تتحكم بها فيبقى الكواليتي مالتها عالي، تطلع الصورة أحلى. عندنا هنا مشكله، يعني معناتها انه اللي يصورون بالموبايل هم اكثرهم هواة وليس يعني محترفين مثل ما يصورون بالتصوير الفوتوغرافي. طبعا موجودين هواة، هو اما المحترف ما راح يصور بالموبايل لان راح يعرف الدقه مال الصوره شنو. اختلاف هنا، اكو اختلاف عن الكاميرا والموبايل. اختلاف موجود، كله اختلاف جذري يكون بين الموبايل والكاميرا. بالنسبه للكاميرا كتصوير فوتوغرافي، هل انه اكثر الناس ما يتوجهون عليها السبب انه هي المعدات اللي موجوده بالكاميرا؟ طبعا، لان الفرق بين الموبايل وبين الكاميرا الاعدادات مال الكاميرا تختلف عن اعدادات الموبايل من حيث فتحه العدسه والشتر سبيد مالتها والايزو، فمو كل العالم انه هي راح تتحكم بالكاميرا او تعرف هذا الشيء، فالاعدادات مالتها تختلف عن الموبايل. تعددت وسائل التصوير، لكن عدسة الكاميرا بالتصوير الفوتوغرافي تثير الجدل بين الحقيقة والخيال، لأن الكاميرا تقسو علينا بإظهار ملامحنا الحقيقية، أما كاميرا الموبايل فإنها تخدعنا بالفلاتر وتنوعها. رونق الجنابي، نسمات زاكروز، بغداد.